بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة التعليمية التعلمية. اليوم إن شاء الله سنتناول درسا جديدا بعنوان حرف الواو مع التنوين. إذا الواو مع تنوين الفتح ون ون، الواو مع تنوين ضم ون ون ون، الواو مع تنوين الكسر وين وين. إذن التنوين ثلاثة أنواع: تنوين بالفتح، تنوين بالضم، تنوين بالكسر. تنوين يعني أننا نسمع نون في آخر النطق، نسمعها لفظا لا كتابة. ون ون فإننا نسمع نون في الأخير ولكننا لا نكتبها. ون ون وين وين. نعطي بعض الأمثلة. رخ ون، رخ ون، رخ ون. سط ون، سط ون، سط ون. له ون، له ون، له ون. إذن هذه أمثلة الواو يعني المنون بالفتح ون ون. وهذه أمثلة الواو منون بالضم: رخ ون، رخ ون، رخ ون. سط ون، سط ون، سط ون، سطون. له ون، له ون، له ون، له ون. هذه أمثلة الواو منون بالضم: ون ون. رخ وين، رخ وين، رخ وين، رخ وين. سط وين، سط وين، سط وين، سط وين. له وين، له وين، له وين. هذه أمثلة الواو منون بالكسر: وين وين،
وين إذن أعيد؟ التنوين ثلاثة أنواع، يعني تنوين بالفتح، تنوين بالضم، وتنوين بالكسر. تنوين بالفتح ون ون، تنوين بالضم ون ون، تنوين بالكسر وين وين. إذا التنوين ثلاثة أنواع، تنوين بالفتح وعلامته فتحتان، تنوين بالضم علامته ضمتان، تنوين بالكسر وعلامته كسرتان. التنوين أي أننا نسمع نون في آخر النطق، نسمعها لفظا فقط ولا نكتبها، يعني نسمعها لفظا لا كتابة. في السطر الأول أمثلة للواو المنون بالفتح، ون ون ون، رخ ون رخ ون، سط ون سط ون سط ون، له ون له ون. وأمثلة السطر الثاني الواو مع تنوين الضم، ون ون ون، رخون رخون، سطون سطون، لهون لهون. وهذه الأمثلة أمثلة الواو منون بالكسر، رخوين رخوين، سطوين سطوين، لهوين لهوين. وإلى هنا نكون قد أنهينا درسنا هذا، وإلى درس جديد بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.